حياكم الله مشاهدينا وأهلا فيكم من جديد. اليوم رح ناخذكم لعوالم الفضاء المجهول، ومثل ما احنا شايفين في حديث كبير عن الفضاء في إكسبو 2020 وسلط الضوء على إنجازات الإمارات في مجال استكشاف الفضاء. فخلونا نتعرف على أبرز ما ورد في أسبوع الفضاء، وبعدها نستقبل ضيفنا في الاستوديو. من أمام صاروخ فالكون 9 لسبيس إكس واللي حقق إنجازات بإطلاق رحلات تاريخية للفضاء الخارجي، ومن أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 اليوم فيكم تتعرفوا على كل ما وراء عالم الفضاء المجهول. تعالوا معي. بداية أسبوع الفضاء انطلق بفعالية مهمة الأفراد ضمن إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض بمشاركة واسعة من خبراء عالم الفضاء، من بينهم رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي ومحمد الملا ونورة المطروشي أول رائدة فضاء عربية. في أسبوع الفضاء نحن إن شاء الله من خلال هالأيام بنشارك الجمهور في أحداث مختلفة، في جلسات مختلفة، نشارككم تجربتنا، نشارككم منظورنا، تدريباتنا كانت في جمهورية روسيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا كرواد الفضاء من نرجع من الفضاء ننظر للأشياء الموجودة على الأرض بمنظور مختلف جدا، نعم مختلفة، منها الهواء، الأكسجين، الماء، الجاذبية، هذه كلها متوفرة بشكل مجاني، فنحن لازم نحافظ عليها. أسبوع الفضاء في إكسبو أول شيء هو فرصة للجميع أن يلتقي مع رواد فضاء من جميع أنحاء العالم، ويلتقي مع ناس متخصصة في هذا المجال تشتغل في مجالات مختلفة في قطاع الفضاء. ممكن تسمع قصصهم كيف وصلوا لهذا المجال ووين ممكن في المستقبل توصل الإنسانية في مجال الفضاء. ممكن يحصلون إلهام وحماس أكثر أنهم يدخلون في هذا المجال، خاصة للأطفال اللي عندهم اهتمامات في مجال الفضاء. مهمتنا صراحة هي نشر الشغف، الإجابة على أسئلتهم وتساؤلاتهم في مجال الفضاء. رحلات الفضاء الاستكشافية لها بعد علمي يصب في هدف واحد، وهو إيجاد حلول ذكية لفهم المخاطر اللي بتهدد كوكب الأرض كتغير المناخ والأمن الغذائي وإدارة المياه. لا شك بأننا دخلنا عصر الفضاء، وبقوة عام 2021 حمل معه المزيد من الإنجازات الجديدة في مجال استكشاف الفضاء، بدءا من وصول مسبار الأمل الإماراتي والعربي الأول إلى أقرب مدار للكوكب الأحمر، وأيضا وصول مركبة بيرسيفيرنس الأمريكية على سطح المريخ. ففي الجناح الأمريكي من الممكن رؤية مجسم لمركبة مارس أوبورتونيتي روفر اللي هبطت عام 2004 على سطح المريخ. أما صور الأقمار الصناعية الظاهرة على الشاشة هي إشارات لبث مباشر من مركبة مارس بيرسيفيرنس واللي عم تتجول على سطح الكوكب الأحمر في هذه اللحظة، وهي واحدة من أغلى مهام ناسا وأكثرها طموحاً. وبإمكانكم أيضاً ملامسة قطعة من صخور القمر عمرها 4 مليار سنة، وتم التقاطها من سطح القمر بيد رائد الفضاء جاك شميت خلال رحلة المركبة القمرية أبولو 17 في عام 1972. رحلة عبر أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 ما بتكتمل إلا بزيارة جناح الموبيليتي، واللي بيمنحكم الفرصة بالتنقل بين العصور وصولاً لعالم الفضاء الواسع والمظلم ورؤية مجسم لمسبار الأمل. الإمارات أرسلت مهمة إلى المريخ وتكون من الدول القلائل اللي نجحت في هذا الأمر. برنامجنا برنامج الإمارات رواد الفضاء كذلك برنامج مستدام فعال، نطلع بصورة مشرفة للعالم عن دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً بالنسبة للمستقبل والرحلات هذه بيكون كمانجمنت من قبل مركز محمد طراشي للفضاء. وقبل يومين سجلت الإمارات إنجاز تاريخي آخر بعد نجاح مسبار الأمل بعملية إرساله لأول الصور عالية الدقة في التاريخ عن الكوكب الأحمر. مشاهدي الحديث أكثر عن آخر الإنجازات العربية في مجال الفضاء، نستقبل معنا من مركز محمد بن راشد للفضاء المهندس عمران شرف. أهلا وسهلا فيك مهندسنا، حياك الله. الله يحييك. في البداية أهمية يعني أسبوع الفضاء في إكسبو، خاصة أن منصة لفتح الحوار يعني عن كوكب الأرض وفوائد اكتشاف الفضاء، من وجهة نظرك مهندس عمران ما هي التحديات اللي تترتب على اكتشاف ما وراء كوكب الأرض؟
طبعا هناك في عده تحديات، اما تكون تقنيه مرات او تكون حتى تحديات يعني تخص كوكب الارض، يعني بصوره عامه مثلا اي دوله تكون لها ميزانيه، تكون لها يعني جدول زمني، تكون لها اولويات، هاي كلها تلعب دور في استكشاف الفضاء الخارجي وتحديد اولويات كل دوله في برنامجها الفضائي. في العادة تكون يعني مركزة على إيجاد حلول لكوكب الأرض، في العادة تكون مثلا مركزة على الإجابة عن الأسئلة اللي لم يتم الإجابة عنها في السابق، واللي ساعد على فهم اللي قاعد يحصل حولنا في كوننا أيضا. من ناحية التقنية طبعا عندك مثلا في على سبيل المثال في مشروع مسبار الأمل كانت عندنا فرصة الإطلاق تأتي مرة كل سنتين، لأن الفرصة هاي تكون يقترب كوكب المريخ من كوكب الأرض. جائحة كوفيد وكورونا طلعت وحطت المشروع في خطر أيضا. عقب تحدي الإطلاق رحلة السبع شهور اللي لازم نحن نقوم بالملاحة وتوجيه المسبار والتأكد من صحته لمدة سبع شهور، عقب عملية دخول المدار حول المريخ هذا كان تحدي جدا كبير. فجميع المشاريع هاي في العادة كلها هذه التحديات الإدارية الفنية وأيضا مرات أيضا السياسية. كمهندس قائم على مشروع مسبار الأمل واللي تكلل الحمد لله بالنجاح وبدأتم بالإفراج وتوفير البيانات للمجتمع العلمي، ما هي أهمية هذه البيانات اللي تم الإفراج عنها مؤخرا؟ لأول مرة المجتمع العلمي حول العالم يحصل على صورة شاملة وكاملة للغلاف الجوي للمريخ في أوقات مختلفة من اليوم وفي مواسم مختلفة. هذا الشيء اللي يميز بيانات مسبار الأمل عن المهمات السابقة، وهذا الشيء اللي يعني دولة الإمارات حبت أنها تشارك فيه دول العالم. فالحمد لله مع الإعلان عن توفير هذه البيانات شفنا تفاعل المجتمع العلمي حول العالم، تفاعل جدا إيجابي. أيضا فئات مختلفة من المجتمع اللي مو من خلفيات علمية أو تقنية شفناهم أيضا يعني يستعملون البيانات بطرق مختلفة لنشر الوعي وأيضا فهم اللي قاعد يحصل حولنا في الكون عندنا. احنا أيضا مهندس عمران شفنا يعني صور لأول مرة تعرض، كيف شفت التفاعل؟ يعني احنا شفنا كثير مثلا على مستوانا احنا غير العلمي يعني على السوشيال ميديا ومواقع التواصل انه انتشرت هذه الصور بطريقه يعني كبيره والكل احتفى فيها، فلو تحدثنا عن كيف كانت ردة فعل المجتمع او يعني عن توفير هذه الصور بهذه السرعه. يعني احنا نشوف كثير مثلا وكاله ناسا تفرج عن الصور ولكن يمكن بعد فتره طويله شوي. الحمد لله التفاعل الايجابي كان جدا يعني الحمد لله، والشيء الحلو في الموضوع هذا انه يعني احد اسباب يعني اعلان دوله الامارات عن مشروع مسبار الامل هو تحفيز الشباب الاماراتي والعربي انه يدخلون في هالجانب، وايضا الشباب حول العالم. فرده الفعل هاي اللي شفناها يعني دليل على ان الحمد لله الاستراتيجيه اللي وضعتها دوله الامارات كانت يعني نجحت الحمد لله. وان الناس تفاعلوا بهالطريقه وان الناس قاموا يستعملوا هالصور، وصور يعني ان دوله عربيه توفرها للعالم وتشوف حد مثلا شخص يعني في 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 قاره مختلفه او ايضا في المنطقه ياخذ ويتكلم عن الصوره هاي هذا بحد ذاته انجاز، معناته وصلنا لكل شخص لفئات مختلفه مو فقط المجتمع العلمي ولكن ايضا الناس عامه بصوره عامه. مهندس عمران، بالنسبة للشباب والشابات اللي يسمعونك يعني الحين، أهمية دراسة كوكب المريخ والصور اللي يلتقطها المسبار لصالح إيجاد حلول لحماية كوكبنا يعني من المخاطر اللي تواجه الكوكب من أبرزها التغير المناخي، كيف يساعدك اكتشاف الفضاء في مواجهة هذه التحديات على كوكب الأرض؟ سؤال جدا مهم صراحة، وهذا الدوم يعني الناس يطرحون السؤال علينا. فهم اللي حصل على كوكب المريخ، لأن العلماء يعتقدون أن قبل مليارات السنين الكوكب هذا كان كوكب شبيه بكوكب الأرض، وشيء حصل فيه بدأ يفقد تضاريسه، بدأ يفقد غلافه الجوي، تحول إلى كوكب سام وميت. ففهمنا اللي قاعد يحصل على كوكب المريخ واللي حصل على كوكب المريخ يساعدنا على فهم التغيرات اللي قاعد تحصل في الكون عندنا وأيضا في كوكب الأرض. فهذه البيانات جدا مهمة، وعملية دراسة هذه التغييرات مهمة لنا نحن كبشرية وأيضا للحفاظ على كوكبنا. بما يخص الخطط المستقبلية في منطقة الخليج يعني لتصبح عضو فعال في حوار الفضاء العالمي، يا ريت تعرفنا على هذه الخطط المستقبليه. طبعا من ناحيه التعاون في مجال الفضاء جدا مهم، ما في دوله في العالم تستكشف الفضاء الخارجي او تقوم ببرنامج فضاء معين بدون تعاون دولي. ونشوف يعني امثله ناجحه
في أوروبا وفي آسيا وأيضا في أمريكا كيف الدول تعمل مع بعض. نعم. من ناحية الفعالية وإنجاز يعني يكون مثلا أصعب دوم التعاون يفيدها شيء، وهذا الشيء نحن لاحظناه في مشروع الإسبوع الأملي مع عملنا مع الجامعات في الولايات. نعم. المتحدة. مرات شيء ثاني بعد الجانب اللي هو يسمونه السبيس دبلوماسي أو يعني دبلوماسية الفضاء أو الدبلوماسية العلمية. نعم. صح أن العلماء مرات يتكلمون بلغة معقدة وفنية، ولكن في السياسة مرات يعني هاللغة تساعد في التقارب الدول، وشفنا هذا الشيء في أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. نعم. أستاذ عمران شكرا لانضمامك معنا، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاحات يا رب، وإن شاء الله تجمعنا فيكم لقاءات قريبا. شكرا جزيلا. بإذن الله. شكرا. شكرا جزيلا.